ثمانية أشهر مضت ولا تزال معاناة أم عبدو المهجرة من مدينة معرة النعمان مستمرة. أم عبدو التي تقيم بمركز إيواء مؤقت في مدينة عفرين شمال حلب، هي وزوجها وأطفالها تعاني ظروفا معيشية صعبة، فاقم ذلك وضعها الصحي. أنا تصوبت، إيدي راحت وبنتي راحت، ونحن طلعنا من المعرة، والله هون وضعنا كتير سيء، يعني ما في شيء عنا هون. وأنا أنه أنا أيمني، لا بقدر أنه بقوم بجلي، لا بقدر بقوم بتوضى، لا بقدر شيء. إذا بدي أقوم أتوضى يعني برا كل زلم، يعني كتير وضعنا هون صعب، وما عم بيتقدم لنا شيء، وجوزي كبير بالعمر والله وما بيتخص، وهون أولادي والله ما عم بيلاقوا شغل. في عندي ولدين صغيرين عم يشتغلوا على التالي بسوق الهال، والله قمت من جيتنا مضل مرضانين هون مرطوبة، منروح من نجيب حنجور الدواء، حنجور الدواء لحاله حقه معيشتنا بيجي شهر. يعني والله العظيم رايحين نطقوا، ما حدا بحس فينا غير الله. من 6 أشهر ما شفنا شيء. 15 عائلة تقيم في مركز لا يدخله ضوء الشمس، يفتقر لمعظم الخدمات الضرورية، وجل المقيمين فيه من الأيتام والأرامل والمصابين يفتقدون حتى لربطة الخبز، إذ يعاني الأطفال فيه من الأمراض الجلدية. أنا مثلك شايف عندي بتر، وعندي هون سياف وصبايا، وعندي ديسك بداري، وعندي عائلي اللي عندي الولد في صبايا براسي، وعندي بنت يتيمة كمان. أنا شايلة يعني حليب وحفوضة، وشايف على سكن باركو حاجة كتير شغلات، حاجة دعم، حاجة لأكل شرب، كله أنا ما عندي، كله محروم. لما طلعنا من معرة النعمان، عشرات مراكز الإيواء المؤقتة أقيمت على عجل في مدينة عفرين عقب توافد أعداد كبيرة من المهجرين شتاء العام الماضي جراء هجمات النظام وروسيا على ريفي إدلب وحلب، ولكن بقيت هذه المراكز دائمة في ظل عدم قدرة المهجرين على مغادرتها لإيجاد مأوى ملائم. أدنى مستلزمات المعيشة غائبة هنا، عشرات العائلات المنسية تنتظر مد يد المساعدة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها. ماجد العمر، حلب اليوم، مدينة عفرين.